حكيم من تما دخل باش وصلنا لمصر تاع صمويل بيكيت خلينا نقبلوا نصوص عديده بزاف نصوص عديده معايا واش قال؟ قال نشكر المحافظه اللي جات في دار الحق ان شاء الله في الجنه في اعلى جناتها يا رب العالمين يا رب العالمين اللقاءات هذه العائلية يعني شنو نقول يعني لقاءات يعني اللي ديجا رشيد حكيم يا حليم مرحبا بكم. نشكر طاقم برج نيوز دائما على هذه التغطية بمناسبة حصول جمعية الميديا الثقافية برج بارارج على المرتبة الأولى في المهرجان المحلي للمسرح المحترف وتأهلها للمهرجان المحترف إن شاء الله. وهذه يعني تعد الجمعية الوحيدة اللي تأهلت على مستوى الجزائر. يعني هذه الجائزة يعني راح تشجعنا العمل أكثر. جائزة لنهديوها لروح صديقنا الراحل بن مهدي صلاح الدين. شكرا جزيلا لكم. طبعا الحمد لله أنه العمل تاعنا نال الجائزة الأولى في المهرجان الوطني المسرح المحترف بقالما. نتمنى إن شاء الله جوائز أخرى إن شاء الله تزيد تضاف إلى الجوائز اللي كانت من قبل اللي كانت جمعية نوميديا وفرقة نوميديا تياتر اللي عملت. والحمد لله يعني الجهد كيكون من القلب يوصل وإن شاء الله دائما نتمنى أننا دائما نكونوا أحسن شفراء لمدينة برج بارج لولاية برج بارج. نتمنى إن شاء الله النجاح للشبيبة هذه ومن اللي يعمل واللي يخدم دائما ربي يجزيه. شكرا لكم. الفرقة اللي تاع نوميديا تاع برج بارج العنوان تاع المسرحية ستناو في الحيط اللي نال الجائزة الأولى وخممنا احنا قلنا نعيطوا لهم القلمة ولا الجزائر العاصمة. خممنا بكل تواضع قلنا نجوا لاتولي الورشة المقر تاع الجمعية ونتلاقوا بليجان ونسلموا لهم الجائزة هنا. والفرحة كانت لينا احنا مشي ليهم هم فرحانين بزاف احنا فرحانين بهم اكثر باسكو كي تشوف شبيبة هكا لا جوناس في الوقت هذا شوية الدعوة المرض الركود كذا هذا لا جوناس تبعث شوية حماس الليجان الاخرين باش يزيدوا يخدموا وتبعث فينا احنا باش نفتحوا فضاءات اخرى لهذا لا جوناس باش الخزان هذا يكبر ويولد اعمال مسرحية جديدة.